أكدت اللجنة المالية النيابية تخصيص جزء من فائض صادرات نفط كرواتب للمفسوخة عقودهم الذين سيتم إعادتهم للخدمة من الداخلية والدفاع. هذا وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي إن العراق سيحقق أموالا كبيرة بعد ارتفاع أسعار النفط بمعدلة أعلى مما خصص بالموازنة، وأضافت إن فائض الصادرات ثبت في مسودة موازنة 2019 التي أقرها البرلمان وتخصص للمفسوخة عقودهم.